وفضل يطلع على بره ويقفلها. طبعا كروش واول تجربه اكد يعني هو داخليا يشعر بالضغوط لانه في النهايه محسوب عليه هذه المباراه وهذا المشوار، ويامل ان يحقق مثل ما حقق من قبل بالوصول بمنتخبات 4 مرات للمونديالات المختلفه. طويله من محمد تشنوش على وسط الملعب لما اول كده ظهور للابيض في التلت الهجومي له ناحيه شمال محمد المنير مقطوعه من المنير ياخدها يا ولد يا لعيب بنني اطول من لازم تطلع وتبقى رميه تماس لصالح منتخبنا من ناحيه اليمين. رميه تماس ترجع لورا حجاز على شماله الونش. بصوا حضراتكم الابيض كله تقريبا في وسط الملعب تقريبا، وكليمنتي يعني مدرب مخضرم جدا جدا جدا، فلازم نتعامل مع الافكار بتاعته بسرعه جدا. محمد صلاح يلعب حلوه اطول من لازم يا سلام، كان قطع مرموش حلو قوي قوي قوي، مرموش يعني في مطلع العشرينيات ولعيب صغير وخفيف ورشيق، ونتمنى له يا رب بدايه موفقه وساطعه تفرق معاه كتير جدا، لان كروش جابه من الدار للنار، حطه في مهمه يعني مش سهله على الاطلاق، لكن ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه. طويله مقطوعه ناحيه الشمال كان نازل لتحت محمد زعبيه ما ياخدهاش مصطفى محمد والعاب الهواء يرجع على طول ويقلبها على وسط الملعب التربي عمرو سليم. يلا يا رجاله يلا يا رجاله حلو قوي قوي يلا يا مرموش مرموش داخل بالعرض بقى بحطة طويله جميله قوي 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 لصلاح يلا صلاح لكن اطول من لازم يا مرموش لو فيها سنه اقل من كده كان سيطر عليها على صدره لكن فعلا اول لمسه كانت خارج المستطيل وتبقى رمية تماس محمد المنير كده هنا محمد المنير رقم 3. بص محمد زعبيه رجع فين ده راس الحربه رقم 7 ده شوف راجع فين محمد زعبيه راجع لورا ده يوريك انه لسه بدري قوي قوي على الكلام ده قوي 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 احنا لسه بنقول يا هادي في الدقيقه 9 يعني لسه قدامنا وقت طويل جدا على الكلام ده يا محمد يا نشنوش. وائل جمعه قايم بينقل ربما بعض التعليمات لعبها معتصم المصراقي تطول في الشمال مفيش حد يتقدم من ناحيه الشمال محمد المنير اللي واخد مكانه امام معتصم صبر على شمال عايز يخش بيها لجوه مؤيد اللافي لكن مقطوع طويل استلام المصطفى مصطفى محطه حلوه ترقيصه كده على الواقف من عمرو السليم في اتجاه النني يلا يا نني شغل الارض الحلو بتاعك والسويتش من الحاجات الجميله نطور الشق الهجومي لان احنا النهارده بنلعب على 3 نقاط حلوه قوي قوي النني يلا يا نني حاجاتك الحلوه محمد صلاح استلام من صلاح استلام من صلاح خش بيها لجوه عايز يلعبها في اتجاه مصطفى محمد ما توصلش يقطعها مره ثانيه صلاح ودخل هو مرموش مرموش داخل عايز يرقص تقف تحت رجله سهل على نفسك شويه في الاول يا مرموش تطول ترجع مره ثانيه في الشمال يلا يا سيدي يلا يا فتوح يلا يا فتوح اقطع على الشمال اقعد ارفع ارضيه ارفع ارضيه ارضيه حلو يلا يا مرموش يا راجل ما تستعجل عايز يعبر عن نفسه بسرعه ويقول كلام في اليمين لكن خامته تقدر تخليه يلعب في اي مكان لكن كروش فضل الشاب الصغير مرموش وعايز منه مفاجاه اتحقق اول كوره كده من ناحيه اليمين وتقدم وعايز يلعبها عرضيه لكن ترجع مره ثانيه على وسط الملعب نقله والثانيه تروح لاحمد التربي على شمال معتصم صبر التربي مره ثانيه بشماله طويله وعميقه وعلى على مهله خلاص على مهله على مهله تمام يعني المنتخب الليبي هجوميا مش موجود حتى الدقيقه 11 كل دوره ان هو بيحاول يحجز الكره عن التلت الدفاعي بتاعه وكليمنتي طبعا قصد الخطه باين على وشه المحمر انما عايزينه يحمر اكتر من كده باهداف طبعا طبعا من ناحيه اليمين اكرم توفيق لم يتقدم لا هو ولا احمد فتوح في التلت الهجومي فرضين كده مواقف دفاعيه تحسبا لاي هجمات مرتده من كليمنتي اللي بيكيد هذه الامور نقل
الشمال، حطه في الشمال مرموش حلو قوي. وادي فتوح، وادي العرضيه عند مصطفى، عند مصطفى، يلا يلا يا نهار ابيض. حلوه حلوه حلوه، ريحها حلوه قوي 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 مصطفى لمحمد صلاح، لكن كان اقصر من اللازم تديله على طول بلمسه حلوه. لكن هتروح فين؟ هتروح فين على طول يا ولد يا ونش يا لعيب؟ قطعها بكفاءه عاليه لسر سليه النني، حلو قوي في الشمال. يلا يا مرموش خدوا بقى، خدوا بقى، خدوا بقى، حط بقى عرضيه، عرضيه النني مره ثانيه، النني ودي واحده طويله حلوه على صلاح. يلا صلاح وهي اوبا عبد الله، عبد الله، عبد الله قلشت كده من على وش رجله، لكن نحن مسيطرون والى الفوز سائرون باذن الله ان شاء الله. كل الاحترام للمنتخب الليبي طبعا، لكن احنا يا جماعه اعلى بكتير قوي قوي، لكن عايزين الكوره تخش جوه الشبكه عشان نتكلم، عشان نتكلم. طرديه استلام عبد الله، يغير الملعب حلو قوي قوي من اليمين للشمال في اتجاه فتوح جايين النني، ادي النني بقى بيظهر في كل حته، النني حلو قوي جميل. يلا فتوح، يلا عرضيه، يا راجل يا راجل اه لو عديت فتوح كان بقى احلى بكتير. ضغط الراجل ده باسيفيك بنيمانا بتاع بولندي ده بيحسب اي حاجه، حكم طبعا اللقاء الدولي بيعاونوا من تنزانيا فرانك كولبا وديزيريه من بولندي وحكم الرابع سامويل بويكوت. هو شاب طبعا طبعا مسؤولية كبيرة جدا. واحدة عميقة ناحية الشمال في عدل، عشان عدل يا مسيد يا مسيد يا مسيد، خده خده، حط 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 حط، يا خراب يا خراب. حلوة 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 حلوة، حاجات حلوة قوي 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 قوي، أعطاها بكفاءة عالية جدا عبد الله السعيد، وحط الزبون بترقيصها لجوه وحطها لولا قلب الدفاع. يا ولد يا لعيب يا ولد، مصطفى كان لازم تفتح، دخل لجوه وحط، لكن حط رجله في توقيت روعه الروعه، روعه الروعه. اعتقد ده كان معتصم المصراتي، وتبقى ضربه ركنيه. يلا يا رجال، يلا يا رجال، يلا يا رجال، ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، والحكم طبعا بيتكلم مع المدافعين، محدش يمسك حد. تحركات الحجاز مكمل والونش مكمل وصلاح بيجهز. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، بدري 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 بدري. ضربة ركنية من ناحية اليمين هيلعبها محمد صلاح، وادي صلاح والعرضية العالية هوبا تطلع مرة ثانية عالية، يلبسها بشكل رائع عمر الخوخ ناحية الشمال، هجمة مرتدة سريعة لمؤيد اللافي.